في المعلومات اللي شاركنا إياها الفريق المسؤول في Call of Duty عن الكاري فورورد، والترجمة الحرفية لكاري فورورد هو النقل للأمام، واللي بقصدوه بهذا الموضوع بأنه الكوزماتيكس أو السكنات والبندلز اللي أنت اشتريتها في Modern Warfare 2 أو في Warzone راح تنتقل معك ل Modern Warfare 3. بوضحوا لنا أكثر بأنه هذا ما راح يأثر على كمية المحتوى راح يكون في Modern Warfare 3 وراح يكون كلياته متنوع وكثير، والإشي الثاني بأنه هذا فقط ما بين Modern Warfare 2 مش من قبلها، والإشي الثالث إنه Modern Warfare 3 والشغلات اللي بتفتحها فيها ما راح تقدر تفتحها بالعكس اتجاه Modern Warfare 2. والشغلة الرابعة واللي هي بتحكي عن شو هي الشغلات اللي مش ممكن تكون متوفرة أو تنتقل من Modern Warfare 2 ل 3، وحسب كلامهم فهي شغلات قليلة، وعطونا مثال عن سكن للسيارة تكون موجودة في Modern Warfare 2 بس مش موجودة في 3، فمعناته هذا السكن للسيارة مش رح ينتقل من 2 ل 3 لأنه السيارة نفسها أصلا مش موجودة. وطبعا هذا الكلام بيشمل Warzone 2 في حال كانوا مثلا بدهم ينزلوا إشي جديد مع Modern Warfare 3. بشاركونا معلومة جديدة بأنه حتى Call of Duty Warzone Mobile رح تكون تتشارك مع Modern Warfare 2 و Modern Warfare 3 و Warzone الحالي بتقريبا كل شيء. بالنسبه للعملاء زي ما حكينا، اذا انت كنت فاتح اي عميل في 2 او في وورزون راح ينتقلوا معك ل 3، وهم بوضحوا لنا اكثر هون بانهم اعطونا مثال على عميل نوفا. فحتى تحصل على البيسك سكن للعميل نوفا بتحتاج تعمل مهمه في مودرن وورفير 2، ففي حال ما عملت هاي المهمه ما راح تكون متوفره عندك لا في 2 ولا في 3. في حال اشتريت لها بندل راح تكون متوفره بس البندل في 2 و 3، وهي البندل ما راح تفتح البيسك سكن زي ما هلا هو موجود في 2، ما راح يغيروا هذا الموضوع. في حال اشتريت بندل في 3 ما راح تكون متوفر ولا شيء لها في 2. وبالنسبه للعملاء اللي كانوا بس بتقدر تحصل عليهم عن طريق شرائهم ببندل او اللي هو بالباتل باس، هدول العملاء اذا ما اشتريتهم خلال الفتره اللي كانوا متاحه فيهم في مودرن وورفير 2، وفي حال ما رجعوا من هون لنزلت مودرن وورفير 3 ما راح تقدر تحصلهم لا في 2 ولا راح ينتقلوا معك في 3 لانهم ما عندك اياهم. وزي ما حكينا اللي بتشتريه ب 3 بضلوا ب 3 ما له علاقه باللي بيصير ب 2. وهون بصير في سؤال مهم، لما يكون في عندي اوبريتر موجود في 2 و 3 هل هذا معناته راح يصير منه 2؟ والجواب باختصار انه لا، لانه مثلا كابتن برايس راح يكون موجود في 2 و 3 فراح يكونوا مجموعين كل السكنز تحت كابتن برايس كشخصية واحدة. وبالنسبة للأسلحة فهي نفس الإشي، كل الأسلحة اللي أنت فتحتها في 2 راح تنتقل معك ل 3، وكل إشي اشتريته من بلو برينتس أو شغلات للأسلحة في 2 راح تنتقل معك ل 3، وحتى الليفل تبعها راح ينتقل معك من 2 ل 3. وزي ما كنا بنعرف في بعض الأسلحة حتى تحصل عليها بتحتاج تعملها مهمات معينة، فإذا ما كنت عاملها في 2 فراح يكون موجود السلاح في 3 إلا أنك بتحتاج تعمل المهمة حتى تفتحه ل 3. أما بالنسبة للاعب اللي بيبدأ من 3 فراح تكون برضه أسلحة 2 متوفرة بس بيفتحها بنفس الطريقة اللي عملوها تبعون اللعب 2، واللي هو إنه في أسلحة كانت تتطلب ليفل معين توصله وأسلحة كانت تطلب منك مهمات معينة. وبيعطونا مثال على سلاح اللي هو M13B، وهذا كان عشان تحصل عليه لازم تعمل مهمة بDMZ إنك تقتل الكيمست أو إنك تحصل عليه من لاعب ثاني، بس إذا ما عملت هاي الشغلتين فمعناته هذا السلاح راح يكون موجود في 2 و 3 بس مش راح يكون مفتوح لإلك. وإذا اشتريت أو حصلت على السلاح من خلال بندل فراح يكون برضه موجود لإلك بهذا البندل، بس البيسك تبعه مش راح يكون مفتوح إلا لما تعمل المهمة المطلوبة سواء في 2 أو 3. وحتى الأتاتشمنتس أو الإضافات اللي بتركب على الأسلحة اللي أنت فتحتها في 2 راح تنتقل ل 3، وممكن تركب على اسلحه 2 او 3 في حال إلها قابليه انها تركب على سلاح معين في 3. وزي ما بسموها يا فرحه ما تمت بانه الوان الاسلحه اللي انت حصلت عليها في 2 فقط راح تركب على اسلحه 2 اللي موجوده في 3، وما راح تقدر تستخدمها لاسلحه 3، والالوان اللي بتحصلها في 3 ما راح تقدر تستخدمها على اسلحه 2. بس صراحه الشيء الاهم بانه ليفل السلاح راح يكون مترابط بين 2 و 3، وكمان راح تنتقل معك السكنات للقنابل التكتيكيه او القاتله في حال كانت موجوده مثلا زي السكين اللي بترميها. حتى التعليقات اللي موجوده على الاسلحه راح تنتقل معك بين 2 ل 3. فلنفرض انك انت بدك تشتري بندل بس مش عارف اذا راح تكون موجوده في 3، فحتى تتاكد بانها موجوده في 3 ضافوا جمله بانه هاي البندل راح تكون موجوده في 3. ما تنسوا تشاركوني رايكم في التعليقات عن هذا الموضوع، تعمل لايك للفيديو.